صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت، من هنا قررت. ومن زاوية رجال الأعمال المميزين داخل دولة الإمارات، دعونا نرحب بالمستر محمد الشربيني. في البداية أسعد الله أوقاتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بكم وشرفتونا. اهلا فيك يا مشرف. طبعا مستر محمد الشربيني هو صاحب سما للاعمال الاصباغ والديكور. نعم. في البدايه خلينا نعرف الساده المشاهدين اكثر بحضرتك، مين بيكون مستر محمد الشربيني؟ انا محمد الشربيني علي، مصر الجنسيه، من محافظه دمياط. نعم. اهلا بك. اي سنه خلينا نخبر ساده المشاهدين جيت على دوله الامارات، وكيف كانت بدايتك، وهل كنت كموظف ولا كمستثمر يعني دايركت؟ اكيد بدايه طبعا كانت من اكثر من 25 سنه، تحديدا من 30/6/1995. دي كانت اول مره. طبعا حافظ التاريخ يعني. دخلت دوله الامارات. دي اول مره كنت احط رجلي في دوله الامارات. ما شاء الله. واشتغلت في شركه ما موظف بسيط، و مع الوقت حاولت زي اي شاب في البدايه اني اظهر كفاءاتي عشان نتدرج بالسلم الوظيفي وان الامور تزبط معنا، ولكن يعني بترجع كمان لاصحاب العمل. اذا انت عند واحد ما فيش عنده تقدير ما بتتحركيش من مكانك. ففضلت يمكن تقريبا 3 سنوات وقررت اني اغير المكان اللي بشتغل فيه. رحت انتقلت على شركه من اكبر الشركات المقاولات في دبي، اذا ممكن اقول اسمها ولا لا ما اعرف، شركه سينسين لوتا اللي هي سعيد وسلطان لوتا اللي صاحبها رحمه الله عليه الشيخ سعيد احمد اللوتا، توفى هو الله يرحمه من شهرين بس، وصاحب كليه دبي الطبيه وكليه دبي للصيدله كمان. ما شاء الله. فاشتغلت عند حضرتهم لك كم سنه؟ اشتغلت هناك تقريبا 2 سنين. في الوقت ده كان سنة طبعا صغير يعني 22-23 سنة. جميل. شوي شوي تفتحت أفاقنا للسوق الإمارات، وبدأت أطلع برا أشوف السوق المحلي وكده. جميل. وقررت أن أبدأ أعمل خاص يعني. فتحت البزنس الخاص فيه. مش هنا، اولا دخلت في شراكه مع احد الاشخاص في اماره الشارقه الفتره يمكن 1.5 أو 2 سنين، لم تتعدى 2 سنين يعني. وكاي شراكه في الدنيا حصل الاختلافات فاختلفنا. بعدها قررت ان انا افتح خاص، شيء خاص بي يعني. جميل. بعد ما اكتسبت الخبرة الكافية لتفتح الأصباغ والديكور، خلينا نحكي أكثر عن الأصباغ والديكور اللي هي السما. نعم. المصنع الخاص فيه، خلينا نحكي أكثر للسادة المشاهدين عن السيرفس اللي بتقدمه داخل المصنع. نعم. احنا بنشتغل جميع أنواع الديكورات، أبواب، الخزائن، المطابخ، بعض الأساس المنزلي مش كامل يعني، بس في بعض بنقدر نشتغله. جميل. لان في طبعا بتعرف انه السوق مستوعب، مفتوح على العالم كله، سوق الامارات مفتوح على العالم، ففي منافسه طبعا من السوق الصيني، ما حد بيقدر ينافسه في المفروشات تحديدا. فاحنا محددين يعني محجمين شغلنا في اشياء معينه كالابواب والخزائن والمطابخ وكده. جميل. لكافه، ان كانوا ابراج، ان كانوا مستشفيات، ان كانوا اي شيء بنقدر نشتغل. نعم. حتى بنشتغل مواصفات الدفاع المدني اللي هي الابواب الفاريت المقاومه للحريق. جميل. جداً. مباني حكومية أو مباني خاصة بنشتغلها، أو الفلل الشخصية. بنقدر نصمم أي شيء الكاستمرز عايزه، بيكون حتى لو هو مش موجود على أرض الواقع أو ما يمتلكش الصورة، اللي بيعطينا الفكرة إحنا بننفذ له شيء قريب عليها، أو بنقرب وجهات النظر يعني، ممكن بيعدل عليها شيء وبنوصل للشكل النهائي. ديزاين معين. معين نهائي وبنشتغل عليه. واحنا هنا ما شاء الله شغالين كمان، سوق الامارات معروف انه مفتوح على العالم. انا ليا اصدقائي في الخليج عامه وعلى تواصل دائم معهم، واعرف مستوى الشغل في كل دوله بفضل الله، ان الامارات من اعلى مستويات الشغل في الخليج عامه.
أكيد. وبنورد من هنا يعني، ودينا شغل البحرين قبل كده، ودينا شغل اكتر من يعني دوله. بنصدر دولة. خلينا نحكي عن هذا الشيء. خرجنا صدرنا كمان لدول افريقيه. جميل. ودينا موريتانيا، ودينا جنوب افريقيا. جميل جدا. فشركه سماء لاعمال الاسباب والديكور ايضا بتصدر لخارج دوله الامارات. نعم. ليس فقط محلي داخل دوله. نعم. الامارات. جميل جدا. هل انه بتصدر لجميع الدول ولا في دول معينه انك بتصدر لها؟ لا، اذا انا ما عنديش مشكله لاي دوله احنا ممكن نصدر، بس على حسب الطلب يعني، على حسب ما بيجي لنا اوردرات نشتغل. نعم. ايضا خلينا نستر محمد، اكيد كل شخص مثلك نجح وثابر واجتهد اكيد واجه صعوبات في البزنس وفي حياته. 25 سنه من طبعا اكيد داخل دوله الامارات. خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتها وكيف تخطيتها وكيف كان دور الامارات في مساعدتك لهذا الشيء. تفضل. والله صعوبات كثيره جدا، بدايه من اول ما جيت هنا. طبعا الجو البلد بيختلف عن جو مصر شويه. أكيد. عانيت في الموضوع شويه، ولكن مع الوقت تاقلمنا عليه. هذا من ناحيه. من الناحيه الثانيه، يعني لما بدات البزنس بتاعي الخاص هنا، بدايه كان فيه طبعا صعوبه، لان اي مكان بيتاسس جديد بياخد وقت لحد ما بينعرف ولحد ما بيبدا يشتغل يعني. يمكن اول عثرة في الحياة هنا بعد ما بدأت، اللي هي كانت في سنة 2008 و2009، الأزمة العالمية اللي صابت كل العالم يعني. ودي كان ليها يعني حاسة خاصة معانا شخصيا، أنه وقفت الدنيا بشكل تام، وكنا كلنا شفنا الناس بدأت تطلع. صحيح. من البلد، وكان الناس ياخدوا قروض، اللي بيقبلوا الحرام على نفسهم وعلى أولادهم. صحيح. بدأوا ياخدوا، خدوا سياراتهم تركوها في المطار وهربوا، وهنا وقفة عشان نعطي الكل ذي حق حقه يعني. ان الامارات سوق محلي ما شاء الله يعني، بنسبه 100% تشتغل فيه وانت واثق بنسبه 100%. انا في التوقيت ده اللي الناس كانت تهرب فيه، انا رحت على مصر، كان عندي مبلغ ما تصرفت فيه وجبته. جميل. ومشيت اموري. جميل. مشيت اموري لفتره ما لحد ما السوق بدا يشتغل. ده يعني ما يدل الى ان السوق امن. صح. مهما كانت الازمه كانت على العالم باجمع. كانت على العالم باجمع. صح. ولكن الحمد لله بفضل الله في اقل من سنه بدات السوق يتعافى وبدات الامور تمشي ومشيت الامور الحمد لله. جميل. خلينا نحكي ايضا عن العقبات الثانيه اللي واجهتها داخل البزنس الخاص بك ايضا. في بعد فتره ثانيه كمان يعني، في سنه 1/1/2018 حصل معنا هنا حريق كبير ضخم في المكان، في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. ومن يعني بالمناسبة أوجه شكر لدائرة الدفاع المدني في الإمارات عامة وفي عجمان بشكل خاص لدورهم الكبير اللي عملوه، إنهم تجاوبوا بشكل سريع جدا وأنقذوا المكان في يعني ما أصابوش خسائر أقل من يمكن 40%. وبما إني كنت اشتريت مواد بترولية كلها قابلة، أسباق بترولية قابلة شديدة الاشتعال. نعم. ومع ذلك سيطر على الحريق في وقت قياسي والحمد لله، وأشكرهم شكر كبير جدا. رسالة شكر من طبعا قناة مصر الخليج. وأيضا خلينا نحكي كيف تخطيت هذه الصعوبات وكيف كان دور الإمارات في التسهيلات اللي بقدموها، المساعدات اللي ساعدتك فيها دولة الإمارات. خلينا نحكي عنها أكثر. اولا في الامور الورقيه والامور اللي هي اللي بتتعلق بالدوائر الحكوميه، في تسهيلات كبيره جدا بتقدمها الدوله. بدايه انا افتكر يمكن من سنه 2007 لما قررت ان انا افتح هنا، كان الموضوع يعني بياخد وقت طويل، وتروح للطبعين وتيجي من عند الطبعين وللبلديه. صحيح. بياخد وقت وجهها. بياخد وقت وجهها. فطبعا حصل طفره وقفزه كبيره جدا في الموضوع التسهيلات. وانه الشيخ، اوجه تحيه كبيره للشيخ راشد بن حميد النعيمي لما احدثه من طفره كبيره جدا في نظام المعلومات الخاص بدائره البلديه والتخطيط بعجمان. صحيح. ان يعني انا حاليا بروح اجدد الرخصه بتاعتي في اقل من ربع ساعه. صح. ممكن بس فقط ربع ساعه وفي مكان واحد اللي هو مثلا تسهيل، بدفع الرسوم بخلص معاملتي. فده طبعا شيء يحسب للامارات ومن التسهيلات، من ضمن التسهيلات اللي بتقدمها للمستثمر يعني. اكيد اكيد. مستر محمد، ايضا بدنا نخبر الساده المشاهدين عن لوكيشن سما لاعمال الاصباغ والديكور ايضا. تفضل. اللوكيشن بالضبط. الموقع احنا في عجمان الصناعيه الجديده.
قريب من دوار لك، ده اشهر مكان بصنع هنا اللي هو دوار لك، يعني احنا قريبين منه في إمارة عجمان. أهدافنا وطموحاتنا زي أي شخص مكافح ومثابر في البلد إنه يعني اسمنا نعمل اسم كويس، وبنشتغل على الموضوع إن إحنا بنحاول نطلع كواليتي كويس جدا أكيد. وبنحاول إرضاء الزبون، يعني هي غايتنا في كل الأحوال بنشتغل على المنتج بتاعنا الحمد لله، بنطلع منتجنا بقى كويس جدا وبقى لنا الحمد لله اسم كبير في السوق ومعروفين. خلينا نحكي هذا الشيء اللي ميز سما الأصباغ، الأعمار والديكور، خلينا نحكي الكواليتي اللي بتحكي عنها، خلينا نحكي عنها. الكواليتي شوفي يعني بالنسبة للأعمال اليدوية عموما بيكون مطلوب مننا حاجتين، الثالثة بتخص الزبون اللي هو موضوع السعر طبعا، ده يعني ده عشان المنافسة. الحاجتين اللي هو طبعا موضوع الكواليتي في الشغل اللي هو الدقة والاهتمام جدا بالشغل ونظافة الشغل، والشيء الثاني الالتزام بالمواعيد، والالتزام بالمواعيد احيانا بيهتم به الناس كتير جدا اكثر وانا شيء الصراحه بشوف صح، المواعيد مهمه وكل شيء، ولكن احنا لما بنعمل شيء ما حدش بيسالك والله عملته في وقت قد ايه، وانما يسالوك عملتيه فين صح. فده بينزمنا اكتر بان احنا نهتم بالدقه حتى لو على حساب الوقت، الشيء يعني موجز محدد يعني جهد اكبر. فاحنا بنهتم اولا بالكواليتي، حتى لو الوقت ضغطنا نهتم بالكواليتي رقم واحد. ثانيا بنهتم ان احنا نلتزم بالتوقيت وبنحافظ على اسمنا دايما في السوق الحمد لله. ان شاء الله بنشوفك من اكبر شركات، ربنا يخليك ومن جهه كمان يعني ثقتنا في السوق، ان احنا الحمد لله بفضل الله افتتحت فرع ثاني خاص بالالمنيوم والزجاج ما شاء الله في نفس الموقع، في نفس الموقع قريب يعني على بعد يمكن 200 متر بس جدا. الحمد لله واحنا بصدد يعني ان شاء الله يا رب ان احنا نكبر كمان ونعمل فرع ثالث ورابع بامر الله. وايضا في نهايه البرنامج خلينا نوجه رساله شكر لجميع الشيوخ وحكام دوله الامارات. تفضل. طبعا كل الشكر وكل التقدير لجميع الشيوخ الامارات أكيد. وربنا يحفظهم جميعا ان شاء الله ويديم الامن والامان على الامارات امين يا رب. وايضا في بطاقه شكر لاي شخص كان داعم لك بمسيرتك المهنيه بتحب توجه له رساله شكر من خلال سما الخليج. تفضل. طبعا احب اشكر والدي رحمه الله عليه، يعني هو طبعا كان الداعم الاول لي في مسيرتي، فيه شخص له فضل كبير علي في الشركة اللي حكيت عنها في بداية اللقاء اللي هي شركة سعيد وسلطان لوتا، المهندس مجدي شعيب الله يحفظه، هو دلوقتي حاليا متقاعد في مصر ولكنه كان من الناس الداعمين لي في البداية،
احب اشكر زوجتي طبعا، هي شريكه مشوار حياتي كله، ربنا يحفظها ويخليها لي ويخلي لنا اولادنا جميعا. امين يا رب. واكيد في نهايه البرنامج متشكرك ايضا على الاستثمار الرائع والتميز يلي اعطيته لدوله الامارات وعلى استثمارك، واكيد نتمنى لك جزيل التقدم والنجاح للمره الثانيه مستر محمد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك والجميع المتواجدين مع حضرتك، وربنا يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، الى هنا نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله. هنا صدقت حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا قررت